في حمى ان شاء الله على الفصل. تفضل عمو. يسلم هديات يا عمو. عمو انا اسفه كثير كثير، انا ماني عرفانه انه انت مريض بالقلب. حصل خير يا بنتي، بس دخيل عينك مسحه ثانيه غليظه مثل هي يمكن روح فيها. لا اي بعيد الشر عمو، على فكره هون بالاوتيل كثير كثير مكان منيح لحتى يرتاح وضعك الصحي. ان شاء الله يا بنتي. عمو المكان هون كثير ظريف لحتى تعمل هيك فتره نقاهه وتريح اعصاب. هذا شيء واضح يا بنتي. تعرف استاذ انه المرحوم عبد الحليم حافظ ما كان يقضي فتره نقاهته الا عنا هون بالاوتيل؟ الله يرحمه ويرحمنا. حتى المرحوم ألفيس بريسلي لما طلع له مسمار لحم برجله قضى فترة 10 أيام هم من نقاهته عنا. ليش كان طالع له مسمار لحم؟ ايه يا حرام، وضلت الصحافة 20 يوم تحكي بهالقصة. ايه طبعا، اذا منشان رجل ألفيس ما حكوا، منشان رجل مين بدنا يحكوا بقى؟ والمسكين ضيع برنيطته هون. دخلك وما التقيت؟ بلا التقيت، وعملنا عليها هم مزاد علني بالأوتيل. ليش ما حضرتوا حضرتك؟ انا؟ راحت رخيصة بـ1,000,000 ليرة بس. خير عمو في شي؟ اتصل لك بالدكتور؟ لا ما في داعي، أنا يا عمو موظف، لو بجمع معاشاتي 30 سنة ما بقدر اشتري شريط صباطو. يلا عمو مو مشكلة، كم يوم بدك تعود عنا؟ 3 أيام يا عمو. طيب تفضل حتى نعمل إجراءة. شرف. يلا. تفضل عمو. سلامتك. الله يسلمك. زعلان مني شي؟ لا. أعطيني هويتك لك. على عيني. ربيع. وصل الأستاذ. دير بالك مهرهر. تفضل عمو تفضل. تفضل أستاذ. مين هذا الختيار اللي طلع؟ هادي منو؟ اللي كان هلا واقف عندي. زبون، زبون جديد. ايه بعرف زبون، يعني شو بده يكون؟ اكيد زبون، بس شو بتعرفي عنه يعني؟ شو وضعه؟ خو حبيبي، هاي كل بياناته، تحرى عنه بنفسك. موظف؟ موظف؟ ايه موظف، شو يعني؟ موظف وبينزل هون؟ مو معقول، ايه رواتبه التقاعدية كلها ما بتشتري له فنجان قهوة. وإذا حب يشرب بردقان بده رواتبه التقاعدية ورواتبه الوظيفية لما كان بالوظيفة قبل 100 سنة. او او 7 إلى اكس اكس. حبيبي في ختيار كركوب طلع، هذا موظف بقى، أنا بدي أعرف منين عم يجيب هالمصاري لحتى نزل هون بالأوتيل. تحرى لي كل شي عنه، كل شي. ها تفضل أستاذ. هات عنك. ايه خذ حبيبي، خذ دقيقة دقيقة دقيقة، خذ حبيبي الثاني. يعطيك ألف عافية. عافية. مع السلامة. أكيد الأخ موظف. يا سلام، بعمري بحياتي ما كنت احلم انزل مثل هيك اوتيل. شو وين اتخذت؟ اتخذت ليكو ليكو اتخذت. يا عيني انا اتخذت، يا عيني. الو مرحبا بابا هيام. ايه من الاوتيل عم بحكي. نعم. ايه مشي الحال؟ لا ما اعطيتهم كرت الست عصمت.
لانه قلت لحالي اذا بدهم يعرفوني اني زبون بلاش ما راح يهتموا فيه بنوب. ها ايه بحسب حساب لكل شيء انا. يلا بدك شيء؟ جاي على بالي فوت على الحمام واغطس بهالبانيو شي ساعتين ثلاثه. شو في مسبح؟ اصبح نازل على المسبح. يلا بخاطرك بابا ادعي لي. شو غسان خلصت كل الترتيبات؟ كل شيء صار جاهز. والبطاقة؟ كلها توزعت. والإعلانات؟ طرشت بالبلد. منيح كتير. والبروفات؟ هلا تركت الفرقة عم تعمل البروفا جنرال. أخ يا غسان خايفة يصير مفاجآت. لا لا ولا يهمك كل شيء معمول حسابه. والكولونيل بهجت ماشي أموره؟ مثل الساعة. على كل حال قلبي مو كتير مطمن، لازم كل شيء شوفه على الواقع. اي صحيح ما قلتي لي، بشو بدك تتنكري؟ ما بعرف، لساتني محتارة، شو رأيك أنت؟ ولك أنت شو ما لبستي بالبقلك؟ حتى لو لبست راس بوتين أو دراكولا. عم تحكي عن جد؟ بقى شو قلت؟ راس بوتين ولا دراكولا؟ هو بصراحة الشخصيتين بيلبقوا لك، لابسينك لبس، بس يعني راس بوتين بالبالك أكتر لأنه بيشبه كتير مناطق سعادة. هاتيك يا عم غرت يا عم هاتيك هون 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 لا دخيلك ايه دخيلك ايوه هاتك ايوه هاتك ايه يا دخيلك ايه تحت امك عم مرتاح تفضلي لعندي شوي اذا بتريدي شو بدها؟ فرع التنكر طالب قائمة بأسماء كل المدعوين على الحفلة. خو هاي القائمة. وبدي منك تكتبي لي جنب كل اسم شو هو اللي بس بده يتنكر فيه. أنا شو بيعرفني؟ لكن شلون بدنا نعرف؟ بكرة بالحفلة بتعرف، ما رح تحضر الحفلة؟ والله بتعرفي أنا عم فكر أحضرها بس ما بعرف برأيك أتنكر ولا ما أتنكر؟ قول أنت حتى لو تنكرت ولا ما تنكرت ما حدا رح يعرفك. طيب بشو أتنكر إذا بدي أتنكر يعني؟ أنا رأيي ما معقول إذا من أول صرخة وقعنا الزلمة بقلب بركة المي شلون بقى بعدين الله يجيرنا من الأعظم ألو أهلين أهلين دكتور جمال ايه يا ابو سمرة عم بتساوي اللي قلت لك يا دكتور جمال بصراحة انا ما كتير ارتحت لهالشغلة معلش معلش ابو سمرة هذا علاج لازم تتعود عليه ايه ايه دكتور دكتور عفوا بس يعني لو منغير طريقة العلاج يعني مثلا ممكن اخذ كورس حبوب او شراب ايه دكتور او ابر تحاميل اي شيء احسن ما ضل صرخ على الطالعه وعلى النازله اين وحب واين وشراب لو كانت هالحالات تتعالج بالحبوب والادويه كانت خليت الدنيا من الهموم والمشاكل دكتور المشكله اني عم بتلبك معلش معلش بتتعود
سامر سمعت عاملين حفلة تنكرية بالأوتيل. ايه ايه مزبوط دكتور، اليوم المساء. وانت طبعا راح تحضر. لا انا شو دخلني؟ انت اللي دخلك. اسمع سامر، لازم تحضر الحفلة. ايه دكتور بس ما بدها بس، لازم تحضر. ايه دكتور. لا المشكلة انه ما بعرف اتنكر. ليش هلا كل الحاضرين بيعرفوا يتنكروا؟ يلا نزيل هلا على السوق اشري لك شغلة مناسبة. طيب دكتور، يعني شو البس؟ اللي بترتاح له. يمكن ضبط العلاج. كيفك أنيسة سمر؟ أهلين أستاذ غسان. ممكن تعطيني القناع اللي تركته عندك؟ تفضل أستاذ. شكراً. سمورة ما قلتي لي شو رأيك فيه؟ مرعب، بيخوف كتير. يعني بالبقلي؟ أستاذ بيقولوا إنه الإنسان حتى لو حط قناعه وغير شكله هذا الشيء ما بيغير ولا شيء من شخصيته الحقيقية. بتعرفي أنيسة سمر إنك أنت إنسانة ذكية ومثقفة و... شكراً أستاذ، هذا من لطفك. لا مو بس هيك كمان، يعني أنت بنت شفافة ورقيقة وحل. مدام حسمت شيء. هذا واحد عم يتدرب على حفلة النكورية. ما تخافي. وينه خسام؟ راح على المطعم. ناقصني مصاريع أنا بالأوتيل. ولي ليش؟ مشان الحفلة التنكرية. انت كمان بدك تنكر؟ تنكر كمان انا. سامر معلش شوفه. ايه تفضلي. شوي. يا شو كربوجين بجننوا. عن جد كربوجين؟ كثير حلوين، كلك ذوق. هذا من ذوقك. تسمحي لي اخذ الارجوب، بدي اطلع الغرفة شوي. عن إذنك. الله معك. يا شو كربوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، أهلين بابا أيام. أنا مو منيح بنوب وأخباري ما بتسر أبدا. الأوتيل النازل فيه لك شو شبه كله أشباح ومجانين ومعتوهين. أعصابي تعبانة كتير وخايف قلبي ما يتحمل. صرت أكل 20 رعبة من أول ما أجيت لهون. أنو طاسة رعبة هي يا بنتي؟ قولي بدي برميل رعبة، بدي سطر رعبة. الله يسامحك على هالإسفادة. أنا ماني حاسس حالي قاعد بأوتيل، أنا حاسس حالي قاعد بالديزني لاند وبقاعة الرعب تحديداً. دخيلك بابا هيام. أنا نسيان رقم التليفون تبع الدكتور،
اتصلي لي فيه وخليه يجي لعندي على الاوتيل. انا قاعد بغرفتي. لا 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 نازل لا شوي لتحت مشان السله لانه غرفتي صايره مكربه كثير. اوعك تنسي الله يرضى عليكي. يلا بخاطرك بابا. شو رايك بالفستان اللي نقيته انا مش عم اتنكر فيه؟ بجنن. ايه شو بدي اقول لك كوسام؟ هلا بالحفله بتضلي لزقاني بسامر ما بتفرقي ولا لحظه. هلا بدك تتحشيني بمناخيره؟ لازم هو اللي يتحركشني مو انا. يا كوسر يا اختي يا حبيبتي يا حوبه، ما بتعرفي انه سامر لبخه وبيغرق بشبر مي؟ بده مين يشجعه لعل وعسى. هلا يلا قبل ما نتاخر دوبنا نلبس بالاوتيل. يلا. هاي الرواية رائعة جدا. يعني كازيمودو شخصية صحيح هي بشعة ودميمة بس بداخلها بتحمل قيم إنسانية، عواطف نبيلة، قلب رحيم. ليكون متضايقة من وجودي؟ لا أكيد أنت بتحبي الأدب الكلاسيكي كتير كتير عمو، لأنه أنا أول ما شفتك قلت هالشي.
لأنه اختيارك لهالزي هاد بيدل على هالشي. أنا يا مدام أول ما شفتك تخيلتك وحدة من بطلات الأساطير يلي بتزخر فيها القصص والروايات. ضيف المدام. ارسي ما بدي يا عم. ايه معلش. ربيع المدام عصمت وصلت شي؟ ما بعرف ما شفتها. اذا شفت وحده لابسه راس بوتين او دب خبرني. على راسي بتأمر استاذ. راس بوتين مرتي قصدي يعني لابسه راس بوتين. بس بيني وبينك اذا راس بوتين بيشوفها بيخاف منها. يعني اذا راس بوتين نفسه شافها وطلع فيها بتلاقي ارتعب منها. إيه لا تضحك، هلا بتتشرط حناكك تروح خنق حاجه تنجلي. مين؟ راسبوتين؟ قصدي عصمت يا اجدب نوتردام تروح خنق. لك هدوني بالك، عم نمزح معك. لك انا كان فكري. لعبة هذا ليش هرب؟ أكيد مشبوه. من او او 7 الى جميع العملاء، من او او 7 الى جميع العملاء، حول.
قلت لي حضرتك وين موظف؟ مديرية الأضابير العامة. وإن شاء الله مرتاح وماشي الحال. لا مرتاح ولا ضراب السخن. لا لا ليش بقى؟ كيف ليش بقى؟ صار لي موظف أكثر من 20 سنة وصار مارق على راسي أكثر من 5 مديرين عامين ولحد هلا ما طلع منهم ولا مدير عام واحد بفش القلب يا رجل. لك شو هالحكي؟ لهالدرجة؟ أكثر بكثير. لا كله كوم والمدير الحالي كوم. لك هذا لحاله وصفة. لك ليش شبو؟ لك شو شبو؟ لسه بيقول لي شبو؟ أخ لو كانت الشغلة بإيدي، لك ما كنت حطيته مدير عام، لك كنت لحشته بالأرشيف. قال أرشيف قال، لك حتى الأرشيف انبهبط عليه. معناتها صاحبنا مصيف على الآخر. وينو سامير؟ ليش ما بين لهلا؟ شلون بدك تعرفي اذا كان متنكر؟ انت ما عليك من هالشغله، انا بقفره الحقيني. والعمل شو بيعرفني؟ روحي دوري هونيك بركي بتلاقي عم استناكي هون. اي كيف قتلك. بتصدقي يا مدام اني اول ما شفتك تخيلتك واحدة من هالبطلات الاسطوريات يلي بتسخر فيهن القصص والروايات. اهلين. انسة روايات قصدي امتثال. صحة استاذ غسان، اذا عم تدور على مدام عصمت شفتها هون قبل شوي. عدم المؤاخذة. مع السلامة. يعمي قلبك يعمي قلبك، مالك شايف؟ عدم الأخذة مديرية هامة مثل هي بدها واحد عتيق درسه ماكن بالقانون ودخليشو. ايه مو مثل هاد. ليه صاحبنا مو معه شهادة؟ دخيلك وقفت هلا على الشهادة. معه شهادة، معه شهادة دكتوراه بالهندسة، بس منين جايبها؟ من أذربيجان. مشان هيك الله عليم شلون أخذها. بس على حد علمي انه استلم مديرية الحفريات والأعمال ومشاها مثل الألف. دخيلك على هيك مديرية؟ امي من كان بمشيها مثل الألف؟ أنا فيني مشيها مثل الألف، ليش شو فيها غير الحفر والطمر؟ يعني مديريتكن هلا مو ماشي حالها؟ لا الواحد يحكي ضميره. إذا شفتها من بعيد بتلاقيها ماشية مثل الساعة. موظفين فايتين طالعين، بعثات، اتفاقيات، دراسات، فاكسات، بس كله ماشي بالقدرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا مشكلة. صدقيني يا عصمت، صدقيني كنت عم بمزح معك، أنا بعتذر. مو وقت اعتذارك هلا يا عصمت. أكيد لسه ما سامحتني. يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك. مالك شايف قدامك؟ مالك شايف قدامك؟ لو ما حكيتي ما عرفتك هنا. قولي لي عجبتك الحفلة؟ طبعاً طبعاً يا عصمت عجبتني الحفلة كتير كتير، بس كأني مالي شايفة روزاورا. شو مالك عازمتيها؟ لك اسكتي، رحت اعتمدت على الكولونيل بهجة. ايه؟ قام بعت البطاقة الدعوة على أبرص عواضي اليونان. لح 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 على هالغلطة؟ شفتي على هالفصل؟ يتقطع حذري. ليش؟ هي لفظة كلمة كوبروس على كريس مثل بعض، مو هو دب وفلاوي وبيفهم كتير؟ راح خربط لي هالخربطة كلها يا عطا. يضرب هلا أكيد روزاورا بدها تعتب. يا سواد وشي قدامك راي روزاورا، شو بدها تعتب علي كتير؟ ما في لأنه حفلة أنا بساويها إلا أنا بحضرها، وهي كمان بالعكس والعكس صحيح. طيب هلا شو بدك تساوي؟ بدي ابعت لها دغري فكس اعتذر منها مشان ما تعتب علي. بتعرفي يعني انت لك وين كوكية؟ ماني شايف كوكية. كيني هون. هي ابعت لها. لحظة ثواني. إلى العميل 007 حول.
معك OO7 حول. أنا معك حول. شو الأخبار يا XX؟ أنا شاكك باثنين سيدي، واحد لابس ديناصور وواحد لابس دب. حول. طيب أنت راقب الديناصور وأنا رح ضلني ورا الدب. حول.
حضروا لفوا كلهم لفوا وجوههم كلهم يمكن هذا اللي همهم المهم يقضوا وقتهم يقضوا وقتهم كلهم حضروا كلهم لفوا وجوههم كلهم حاجة اختار حاجتنا خداع أصلك هيك ما بدها قناع كله تنكر كله مو رضيان بشكله يرزي العين لبقله هذا هو شبقله مغطي عقله كله ما في مين يقله حس بحاله ما في مثله الله يزينه بعقله يا شتلو كلن حضروا كلن المهم يقضوا وقتن للقناع شيل القناع اطلع شوف اشاع اسماع حاجة خداع حاجتنا خداع اصلك هيك ما بدها قناع كله تنكر كله مو رضيان بشكله يغزي العين لبقله كله تنكر كله مو رضيان بشكله يغزي العين والله لبقله هذا هو الشبقله سامر بشو صفنا؟ ولا شيء بس كنت طافني شوي بال بال بالغنية عجبتك؟ شو اللي عجبك فيها؟ يعني عم فكر انه المطرب اللي عم بيغني الغنية يمكن هو صادق اكثر واحد بين الموجودين لانه عم بيغني باحساس عالي وبصدق لا متناهي على فكرة ملاحظتك قوية كتير وهذا بيدل على انك انسان ذكي وشفاف انا كل هدول اللي عم بتقوليهم يا سمر انا يا أخي اقتنع مني مثل ما عم قلها ما رح اقتنع منك لأنه كلامي هو المزبوط يا أخي خليك معي أنت مثل ما عم قلك مزبوط أوعى تتحرك من محلك وينك بحق لك تستدعي محاميك الخاص وأي كلمة بتتفوه فيها رح تتسجل ضدك وتتحاسب عليها بالمحكمة فهمان شو أنت جنيت؟ أنا جنيت ما بتعرف مين أنا؟ مين أنت يعني؟ نشال محترف لص سولت لك نفسك انك تجي لهون وتندس بين اشراف المجتمع قلت لحالك حفله تنكريه والطاسه ضايعه وفلتانه بندس بيناتهم وبلقوه رزقي بس على مين انا او او 7 مو حي الله يا اخي ما تكون غلطان اي لا مالي غلطان ليديز اند جنتلمان اسمحوا لي اعلن عن النتائج الفائز بجائزه ملك التنكر هو دراكولا اوعى تفكر حالك رح تهرب مني ها انا وراك وعيني عليك مبروك مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك مبروك السياره عليك استاذ الله يبارك ترى بتستاهلها بعدين ظابط معك دراكولا تمام
شكرا. اطلع لعندي على المنصة عامل معروف. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنت ربحت السيارة البيك أب الحديثة. شكرا. ممكن نتعرف على حضرتك؟ أنا مدير عام مديرية الأضابير العامة. نسيت أسألك مدام. سيارة فيها رخصة زراعية؟ كمان بدنا نطالع لك رخصة زراعية. ربيع اطلع لعندي بسرعة. وين رخصة زراعية؟ خزيتونا هيك قدام العالم. نحن لا عنا بيوت ولا عنا مزارع. اشتري مزرعة مدام. نعم. ما بتلزمني. ايه هات روح. قال يعني نحن سائلين. قال ربيع توبش قلبي. خد مرتك وولادك يوم الجمعة دورهم بكسب وصلفة. روح. بابا سلامتك. بابا سلامتك. بابا دكتور دكتور تعال. بابا سلامتك. بابا سلامتك. أخيرا بنت يا سلامتك. لا أموت يا دكتور. سلامتك بابا سلامتك. طمني. أكيد قضيت أيام حلوة كتير بالأوتيل. دكتور طمني كيف ضغطه؟ عظيم جدا مستقر. ضغطك طبيعي كتير أبو هيام وما في أي مشكلة. أكيد طبقت تعليماتي وبعدت عن التأثيرات والصدمات.